طلعة هونيك، هودي حرية السما اللي بغنوا. يلا بسرعة حطوا كلكم من هالشمع بدينيكن. جنيد، هاو مش حريات عادية أبداً، هاو حريات خطرين كتير. بسرعة حط الشمع بدينيك أحسن ما تموت. جنيد، أمير، سلطانة، ما عم نقدر أبداً نسمع أغنية الحريات هلأ. يا بساطي السحري، طير بسرعة أكتر. لا يا جنيد، رجع الشمع لدينيك بسرعة. لا جنيد، شو صار؟ شو بدك تقلي؟ ليه صرت هيك بحالة صدمة بعد ما شفت الحريات؟ بدنا نشرب من دمك واحدة ورا التاني. لا 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 لا، ما تقتلوني، أنا ما عملت شي، أنا رح جيب لكم أطيب عصير بالكون، أنا شاب أول طلعتي. ما تقتلوني، أنا إذا وعدت بوفي بوعدي صدقوني. ما تقتلوني دخيلكم، ما عملت شي، أنا بترجيكم ما تقتلوني. في شي عم بيصير؟ بترجيكم ما تقتلوني. صدقوني أنا رايح جيبكن أطيب عصير. جنيد، جنيد، شو بيك عم ترجف ومرعوب بعد ما شفت الحريات؟ على قدين، هول مش حريات، هول سحرات. صدقني ما عم بسمعك جنيد، لحظة. عم بقلك هول سحرات. يعني هيدا هي حقيقتكن وهيدا هو ضحيتنا. ما بفتكر أبدا. طيب شو طلبكن؟ بدنا روح إنسان. نقوا واحد بيناتكن مستعد يضحي بروحه كرمالكن. لا لا، ما فيكن تعملوا هيك فينا أبدا. يعني لازم نقتلكن كلكن. لا لحظة، أعطونا وقت حتى نفكر. رح تحصلوا على روح وحدة، بتمنى توثقوا فينا. موافقين، رح نعطيكن وقت حتى المساء، بس اوعى اوعى تفكروا تخدعونا، وإلا ما رح تقدروا، ما رح تقدروا تقربوا خطوة وحدة. فهمتوا؟ فهمتوا شو عم قول؟ موافق. نزال عن بساطك هلأ وقرب لعنا.
كيف ممكن اطلع من هون؟ كيف ممكن اوصل لعند علاء الدين؟ علاء الدين، شو هيدا يلي عملته؟ راح تعتم الدنيا بعد شوي. لو انا ما منعتهم كانوا قتلونا من زمان. طب كيف ممكن نطلع من هالورطة؟ انا يلي جبتكم كلكم لهون، هلا انا راح ضحي بروحي. علاء الدين، كيف ممكن تقول هيك شيء؟ ايه سلطانة، ما في قدامنا حل تاني. طيب اذا كان هيدا الحل، يعني انا اللي راح يضحي بروحه لانه انا الوحيد اللي ورطكم. جنيد، تعرف انه مستحيل اسمح لك تعمل هالشي. انا ما راح خليك تموت بهالسهولة هيدي. روقه، ما تتخانقوا، انا راح ضحي، راح ضحي بروحي للسحران. لا، اتركوني انا موت، كلكم فيكم تكملوا حياتكم. لا ليه لا؟ علاء الدين بعد لازم تقتل جعفر، ما حدا غيرك بيقدر يقتله. امير وجنيد رفقاتك، يعني انتو الثلاثه ضروري انو تبقوا سوا. لا يا سلطانه، انت كمان رفقتنا، انتو كلكم من مسؤوليتي، ما رح اسمح لحدا منكم يعمل هيك ابدا. بخصوص قتل جعفر، كل الاسلحه يلي جمعناها كافيه لحتى تقتلو لحد هلا. خلاص بكفي علاء الدين، انا يلي رح يضحي بروحه الليل المساء. يلا خلونا نرتاح شوي وبعدين منقرر. طيب شو طلبكم؟ بدنا روح إنسان. نقوا واحد بينكم مستعد يضحي بروحه كرمالكم. سامحوني يا رفقتي، بس أنا لازم أعمل هالتضحية. سامحوني حتى لو اضطريت أحط لكم دواء منوم. علاء الدين، أنا بالفعل كتير محظوظ لأنه عندي رفيق مثلك يا جنيد. علاء الدين، ليه عم تحكي معي بهالطريقة هيدي؟ مثل ما بتعرف الحياة كلها مفاجآت، لهالسبب ما بيجوز أبداً إنه نخلي شي بقلبنا. طيب بس ليه عم تحكيني هيك؟ لأني عم شوف الخطر بين كل دقيقة ودقيقة،